شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العلي العظيم. الميول التي أودعها الله سبحانه وتعالى فينا نحن البشر يمكن أن نلاحظها من خلال حيثيتين. الحيثية الأولى حيثية أصل الوجود. هنالك بحث في الحكمة الإلهية، وهذا البحث يحاول أن يقيم الوجودات الموجودة في هذا الكون. خلاصة هذا البحث أن كل ما في هذا الكون من شجر ونبات وحيوان وجماد بمختلف أنواعها وأشكالها كلها خير، حتى إذا بدا لنا في وجود معين أنه شر أو أنه يحتوي على الشر، ولكن عندما تتأمل وتعمق النظر تجد أن جميع هذه الوجودات خير، لأنه لا يصدر من الخير المطلق وهو الله سبحانه وتعالى إلا الخير. الخير المطلق لا يصدر منه إلا الخير. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: الله خالق كل شيء. ويقول في آية ثانية: الذي أحسن كل شيء خلقه. فإذا كل ما هو مخلوق لله سبحانه وتعالى فهو خير وهو حسن. أحسن كل شيء خلقه، أو أحسن كل شيء خلقه. هذا بحث
يطرح في الحكمة الإلهية، ولا أريد أن أتناول هذا البحث بالتفصيل، ولكن فيما نحن فيه الميول التي صنعها الله سبحانه، أوجدها الله سبحانه فينا نحن البشر، وجودها خير. البشر يحتوي على مجموعة من الميول، كل واحد منا هذه الميول موجودة فينا، الميل إلى البقاء، هذا ميل موجود في كل واحد منا نحن البشر، الميل إلى الامتداد، الإنسان يحب أن لا ينقطع وجوده عند ذاته وإنما يمتد بذرية تمثله، ميل. الميل إلى الطعام، الميل إلى النوم، القوة الغضبية، القوة الشهوية، كل هذه القوى والميول وجودها فينا نحن البشر خير. إذا ما كانت هذه الميول كيف كنا نتكامل نحن البشر؟ أنتم الآن تصوروا بشر ما عند حب البقاء، نزع حب البقاء من قلبه، نزع حب الطعام والشراب من قلبه، نزعت القوة الغضبية والقوة الشهوية من قلبه، لا يغضب، لا يشعر بالتنافس، لا يشعر بالجمال، هذا البشر كيف يعيش؟ هذا يصير مثل أولئك القوم الذين طلبوا من نبيهم أن ينزع الله حب الدنيا من نفوسهم. النبي ذهب إلى الطور ثم عاد فوجد إلى طور أو إلى جبل أو إلى مناجات الله سبحانه وتعالى، بعدين إجى شاف كلهم مجتمعين خارج البلد، إجى ما القضية؟ كل واحد منهم حافر قبره، ليش؟ ما قيمة هذه الدنيا؟ هذه الرغبات، هذه الميول نزعت من قلوبهم، كل واحد لابس كفنة وحافر قبره ومنتظر ساعة موته. ذلك النبي ولعله كان موسى دعا الله سبحانه وتعالى من جديد أن يعيد هذه الميول إليهم، عادت إليهم الميول، كل واحد منهم قام راح على شغله، على دكانه، على تجارته، على مزرعته وما أشبه ذلك. فإذن أصل هذه الميول، وجود هذه الميول فينا نحن البشر خير، هذه حيثية. الحيثية الثانية حد هذا الوجود، أصل الوجود خير، ولكن هذا الوجود يجب أن يحدد. إذا ما كان هنالك حد لهذا الوجود، هذا الوجود يقلبه الإنسان بجهله، يقلبه إلى شر. القوة الغضبية إذا وضعت في حدودها فهي خير، ولكن إذا لم نحدد القوة الغضبية الإنسان أصبح منفلت الأعصاب، لا يستطيع أن يتحكم في أعصابه، هذه القوة التي هي خير تتحول إلى عامل مخرب للحياة وللنفس الإنسانية. النار وجودها خير أو وجودها شر؟ النار وجودها خير ولكم فيها منافع، ولكن إذا كانت في حدودها
النار الموضوعة في الموقد خير، ولكن إذا تجاوزت حدودها ووقعت على الفرش، وقعت على الثياب وأحرقت البيت، هذه النار التي هي خير تتحول إلى شر. ولذلك المهم أن الإنسان يحدد هذه الميول، تعديل هذه الميول، هذه وظيفة المؤمن ووظيفة الإيمان. إيمان المؤمن ما هو دوره في الحياة البشرية؟ وظيفته أنه ما يخلي هذه الميول تنفلت وتذهب كما تحب وكما تشاء، يحدد هذا الميل، يوجه هذا الميل لصالح البشر في دنياه وفي آخرته. سؤال: شنو أقوى الميول؟ الآن إحنا عندنا ميول، أقوى هذه الميول وأقوى هذه النوازع شنو هي؟ لاحظوا قوة النوازع، ولاحظوا كيف أن المؤمن بإيمانه يحدد هذه النوازع. إذا يشوف المحل محل خير يستعمل ذلك الميل، ولكن إذا رأى أنه شر يقف أمام ذلك الميل. شنو أقوى الميول؟ لعل أقوى الميول، إذا ما تقول أقوى الميول، من أقوى الميول؟ حب الدينار والدرهم هذه شهوات هابطة، ميول هابطة للنفوس الهابطة. من أقوى الشهوات والميول الميل إلى الرئاسة، مو رئاسة دولة، مو رئاسة الأرض، حتى رئاسة في تجمع صغير. أنا أريد أن أكون رئيساً في هذا التجمع، هذا ميل، هذا من أقوى الميول في البشر. أنتوا الآن اقلبوا تاريخ البشر من قبل التاريخ المدون، من قبل 10,000 عام، 20,000 عام، اقرأوا كتاب قصة الحضارة. الذي صنع الحضارات حب الرئاسة، الذي دمر الحضارات حب الرئاسة، الذي أراق دماء الملايين من البشر حب الرئاسة، حب الزعامة، أنا أكون لا يكون غيري. هذا الحب قتل وأزهق الملايين من الأرواح البريئة عبر التاريخ. هذا الطاغية لماذا قتل ونهب وفعل ما فعل؟ ليش بشر يصل إلى هذا المستوى أسفل سافلين؟ حب الرئاسة، رئاسة 4 أيام في شبرين من الأرض. يعني هكذا يدمر حب الرئاسة، هكذا يدمر حب الزعامة. لماذا قتل الأئمة صلوات الله عليهم على أيدي السفاكين والجبارين؟ المنصور أو هارون ما قال لابنه لو نازعني صاحب هذا القبر، مو موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، لا، صاحب هذا القبر يعني رسول الله صلى الله عليه وآله، إذا نازعني في هذا الأمر لضربت الذي فيه عيناه، يعني ضربت عنق. القضية مو هزل، القضية جد. هذه الشهوة التي فعلت ما فعلت وتفعل ما تفعل
لعل نصف النزاعات في مجتمعنا يعود إلى هذا، أنا لو أنت، شنو الفرق أنا أكون أنا أو تكون أنت؟ هذه النزاعات نصفها لعلها تعود إلى شهوة الرئاسة. ولكن تعال إلى الإيمان، المؤمن عندما يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى لا تسوى عنده الرئاسة بمقدار جناح بعوضة. ألم يقل علي صلوات الله وسلامه عليه ما قيمة هذه النعل؟ قال لا قيمة لها. قال قيم درهم أو درهمان. قال إن إمرتكم هذه، إمرة مو إمرة على أربعة خمسة، على مجموعة أو مجموعتين، إمرة كل البلاد الإسلامية، لأن كل البلاد الإسلامية كانت تحت إمرة علي صلوات الله عليه، استثنوا منها الشام فقط، الشام أخذوها، بقية البلاد حوالي 51 دولة كلها تحت إمرة علي، ولكن علي صلوات الله عليه لا يرى أن هذه الإمرة تسوى بمقدار نعل مرقعة. هذا هو الإيمان، عندما يرى أن الإمرة تتوقف على كذبة وسيرة الشيخين يقول أبداً لا أكذب كذبة واحدة لهذا الحكم العريض. لاحظوا تاريخنا، الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه وهو صانع الحوزات العلمية في القرون المتأخرة، يعني هذه الحوزات العلمية كل ما فيها من البركات كما يقول بعض المحللين تبدأ بهذا النحو وبهذا الأسلوب من الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه. توفي الشيخ، الآن المرجعية العليا تنتقل إلى شخص آخر، يجتمع مجموعة، من يخلف الشيخ؟ طبعا ماكو فرض، ماكو إرغام، التقليد حر. هذا هو الفرق بين الحكم الديني والحكم الدنيوي. الحكم الدنيوي تقبل أو ما تقبل، لازم تقبل، ولكن الحكم الديني أنت بكيفك، أنت حر، ماكو هنالك فرض عليك. ولكن العلماء يبينون وجهة نظرهم في هذه القضايا باعتبارهم أهل خبرة في هذه القضية. تعرض الرئاسة العليا الدينية في ذلك الوقت على المجدد الكبير السيد محمد حسن الشيرازي رحمة الله تعالى عليه، وتعرض على المرزا حبيب الله الرشتي. المرزا حبيب الله الرشتي بطل من أبطال العلم، وعنده كتاب في الحوزات العلمية البدائع، من أعمق ما كتب في الأصول، حقيقة بطل من الناحية العلمية. شيخنا الشيخ مرزا حبيب الله الرشتي، هل تقبل هذه الرئاسة؟ هنا يأتي دور الإيمان. لا، أنا أجد في نفسي الكفاءة، أصبح رئيسا. لا أجد في نفسي الكفاءة، لا أصبح رئيسا. أحدد هذه الشهوة، هنالك شخص آخر، فليكن هنالك شخص آخر. قال المرزا حبيب الله الرشتي، راجعوا كتب الرجال، أنا ما أقبل، لا أريد. ليش شيخنا؟ قال حرام من الناحية الشرعية أن أصبح رئيسا، حرام. شلون الربا حرام؟ أنا أصبح رئيس هذا حرام، أنا أصبح مرجع هذا حرام. قالوا لي ليش شيخنا؟ قال لأني لا أجد في نفسي القدرة على إدارة شؤون الشيعة في العالم. هذا مو فقط بطولة فكرية، بطولة علمية، هذه هي البطولة الحقيقية. يقول ما أريد،
خذوها أبعدوها عني، لأن لا أجد في نفسي الكفاءة على إدارة شؤون الأمة في العالم. هذه هي البطولة. عرضت المرجعية على المجدد رحمة الله تعالى عليه صاحب قضية التنباك، فأخذ يبكي وقال: إنني لم أفكر يوما من الأيام في هذا المنصب وفي هذا المقام، ولكن قالوا لسيدنا: واجب عيني عليك أن تقبل، لأن ماكو واحد آخر غيرك. فتقبلها مرغما وهو يبكي. لاحظ، رجل يقتل الملايين لزعامة 4 أيام، ولكن رجل آخر بكل سهولة، ماكو صعوبة على المؤمن، مو شهوة الدينار والدرهم وشهوة الجنس والمرأة والرجل، هذه شهوات كلش هابطة. الشهوات المؤثرة المتحكمة بكل سهولة يتخلى عنها المؤمن. النفوس الضعيفة هي التي تخضع لإيحاء الشيطان، هي التي تقع تحت ضغط هذه القوى، ولكن المؤمن بإيمانه بقوته يتحدى هذه الأشياء بالاتكال على الله سبحانه وتعالى. طبعا عبد الله بن سلام رئيس من أهل الكتاب، عندما رأى حقانية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان المفاوض من قبل أهل الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وآله، إجا إلى النبي، شاف الحقانية، تخلى بكل سهولة. أنت تصبح ذيل، لأن هذا الرئيس في عشيرته، رئيس يعني عنده فلوس، يعني عنده امتياز، يعني عنده احترام اجتماعي، يعني كل شيء. ولكن عندما يرى الحق في لحظة واحدة يتخلى عن كل شيء ويجي يصبح واحد من أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شوف عبد الله بن سلام في جانب، وشوف عبد الله بن أبي شنو سوه. ليش؟ لأن شوية كان عنده احترام عند الناس، شوية كان عنده. النبي عندما إجى إلى المدينة صلى الله عليه وآله وسلم احترامه شوية قل، لأن الرجل هو كان رجل فيه نظر، الرئاسة اللي كان يطمح إلها راحت. شنو سوى وماذا فعل لزعامة وهمية كاذبة؟ واحد من علماء أهل الكتاب عندما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما آمن بالنبي، القضية صعبة، النظر إلى مرأة، أنت قاعد في الدكان تأتي مرأة تريد تقاوم، صعب. الإنسان يتخلى عن كل شيء في لحظة واحدة كلش صعب. ما آمن بالنبي. في يوم من الأيام عنده خادم غلام عبد، أخذ ينال النبي صلى الله عليه وآله بكلام غير ملائم. العالم المولى قال لغلامه: ليش تنال محمدا صلى الله عليه وآله؟ قال: هذا مو نبي، هذا مدعي. قال: أنت ما تعلم هذا هو الذي بشر به التوراة وبشر به الإنجيل، هذا هو الموعود، شلون ما تؤمن به؟ شلون تناله بسوء؟ قال له: إذا هالشكل أنت ليش ما تؤمن؟ قال له: ما أقدر. العالم ذهب إلى النار، وعبده ذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وأسلم على يديه ودخل الجنة بذلك. الإنسان يجب أن يحاول تحديد هذه الشهوات وأن يكون بطلاً في مقابلها. كل يوم عجيب، واحد يصمم يصير خوش آدمي، وإذا بالامتحان يأتيه يمنى ويسرى. في الامتحان الأول: الآن سوف أسقط، أسقط أو ما أسقط.
تخلص من الامتحان الأول يجيك امتحان ثاني، تخلص من الامتحان الثاني يجيك امتحان ثالث، امتحان الجنس، امتحان الشهوة، امتحان المال، امتحان حقوق الناس. الإنسان إذا صمم أن يخرج من هذا الامتحان بنجاح ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. من الأشياء التي تساعد على هذه الحالة تعديل الميول، تطويع الشهوات، الحمى. شنو معنى الحمى؟ إذا أكو جبل، حافة جبل، أنت مشيت على الحافة بالضبط، شو يصير؟ تقول أنا أمشي على الحافة، صحيح تمشي على الحافة ولكن هنا خطر. واحد يوقف، ليش الإسلام يقول لا تخلو بالمرأة الأجنبية؟ حتى إذا خدامتك خدامة مرأة أجنبية، مو زوجتك ولا أمتك، إذن هي مرأة أجنبية. إذا مو زوجتك ولا أمتك فهي مرأة أجنبية. ليش لا تخلو بالمرأة الأجنبية؟ لأن هذا حما، إذا واحد حام حول الحما أوشك أن يقع فيه. الحما المندوبات والمكروهات، حما الواجبات والمحرمات. هذه المندوبات هواية مهمة، هذه العبادات والمناجات التي كانت بقدر لنا في شهر رمضان المبارك جدا مهمة في الحفاظ على هذه الملك. يقول أحد العلماء: كنت في الحوزات العلمية في العراق، رحت لهناك فجاءني، كنت واقف، جاءني أستاذي، أستاذ، فوضع يده على كتفي وقال لي: يا بني إذا أردت الدنيا فعليك بصلاة الليل، وإذا أردت الآخرة فعليك بصلاة الليل. كلمة واحدة من واعظ متعظ يقول أثرت في هذه الكلمة. 5 سنوات كنت في العتبات المقدسة في العراق ولم أترك صلاة الليل بعدها لحظة واحدة، ليلة واحدة. صلاة الليل جدا مؤثرة، المناجات جدا مؤثرة، العبادات المندوبة جدا مؤثرة في الحفاظ على هذه الروحية، روحية الحفاظ على هذه القيم. لذلك واحد بقدر إمكانه فاتقوا الله ما استطعتم. هذا التوجه اللي كان عندنا في شهر رمضان نحو المندوبات، إن واصل ذلك التوجه والله سبحانه وتعالى يعين الإنسان ويمد الإنسان في دنياه وآخرته. أتلو عليكم بعض الروايات وأختم بها الموضوع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد إذا اختلى بسيده في جوف الليل المظلم وناجاه، مو أنه ينام ساعة واحدة متخماً فلا يستيقظ حتى لصلاة الصبح، غلط هذا المنهج. واحد لازم ينام أول الليل كما هو المنهج المتداول كان عندنا. إذا نمت أول الليل أنت طبيعياً تقوم في جوف الليل لمناجاة الرب. ليلة واحدة جرب ذلك وذق حلاوة المناجات، شوف أكو في الدنيا حلاوة أكبر من هذه الحلاوة حقيقة. وناجاه أثبت الله النور في قلبه، هذا نور. الأفراد الذين لم يوجد في قلوبهم هذا النور لا يعرفون ما معنى هذا النور، ولكن جرب ليلة واحدة ذق طعم هذا النور، شوف أنه أكو لذة أكبر من هذه اللذة. وشلون الإنسان بهذا النور الذي أثبته الله في قلبه يمشي في الحياة بدون أن يسقط في الظلمات؟ فإذا قال يا رب في ذلك الليل المظلم:
ناداه الجليل لبيك عبدي سلني أعطك وتوكل علي أكفك. ثم يقول الله جل جلاله للملائكة: انظروا إلى عبدي قد اختلى بي في جوف الليل المظلم والبطالون لاهون والغافلون نائمون. الغافلون نائمون والبطالون لاهون بالسوالف التي لا تجدي لا في الدنيا ولا بالآخرة. اشهدوا أني قد غفرت له. الرواية الثانية: ما من عمل حسن يعمله العبد إلا وله ثواب في القرآن إلا صلاة الليل، فإن الله تعالى لم يبين ثوابها لعظيم قدرها عنده، فقال الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، إلى أن يقول: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. الرواية الثالثة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله في الليل وتوضأ وصليا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يكتبنا من الغافلين. اللهم نبهنا من نومة الغافلين، وارزقنا حلاوة ذكرك ومناجاتك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات.